11 حمض أسكوربيك هو C6H8O6. دونك هنا قالك اكتب معادلة التفاعل هنا C6H8O6 زائد H2O كتعطينا C6H7O6 بليس H3O بليس. تاني قالك حسب كمية المادة و تنتج التركيز. دونك كنعرفو أن كمية المادة هي الكتلة على الكتلة المولية. كمية المادة عندنا هي 510 ناقص 3 على 176 باش يجو 2.77 10 ناقص 3 مول لتر مول. من بعد كتلقى حسب التركيز. التركيز هي كمية المادة على الحجم، هي 2.77 10 ناقص 3 على في اللي هي 510 ناقص 3. خرج بالمول كمية المادة على المول، غنخرج مول لتر مول. السؤال الثالث بين أن نسبة التقدم كنعرفو بلي طو هي إكس إكيليبر على إكس ماكس. بما أن الماء وفير إذا إكس ماكس تساوي سي في في. من خلال جدول الوصفية عندنا إكس إكيليبر هي كمية المادة ديال أشتروا أو بليس اللي هي التركيز ديال أشتروا أو بليس في الحجم اللي هي 10 ناقص 3 الحجم. دونك طو هي 10 ناقص 3 على التركيز اللي هي 10 ناقص 3 على التركيز اللي غيخرج لينا. دونك غادي تبينا تكون صارمة واحد، إذا تحول محدود. أربعة قالك يعطي تعبير كا بدا عند التوازن كا كتساوي كي ار كو، إذا كا كتساوي التركيز ديال الناتج التركيز ديال أسترو أو بليس على التركيز ديال C6H8O6. هادو متساوي هاد الأنوار الكيميائية عند التوازن، إذا C6H7O6- كيساوي التركيز ديال أسترو أو بليس كيساوي طرس التركيز ديال C6H8O6 كيساوي هو التركيز البدئي ناقص التركيز ديال أسترو أو بليس كتساوي س ناقص طرس. إذا س عامل واحد ناقص نعوضو، إذا كا هي طو كاري سي كاري على سي عامل واحد ناقص مشينا واحد سي مع سي تبقى هي طو كاري سي. دونك فاش غنحسبو غنلقاو هي 7.48 × 10⁵. خامسا قالك عند 25 درجة نخففو المحلول السابق، يعني نخفف المحلول السابق لمحلول حمض الأسكوربيك بإضافة حجم ب من الماء المقطر فيصبح C' 10⁻³. دونك السؤال ديالك هنا، السؤال هو حدد قيمة البي اش بريم المخفف. دونك هنا حنا كنعرفو بلي عند التخفيف التركيز كينقص، بالتالي نسبة التقدم النهائي غطلع وفي نفس الوقت البي اش غطلع، واضح؟ لأن التركيز ديال اش تروا أو بليس غادي ينقص. ها إذا في هذه الحالة غادي نديرو كنعرفو بلي ثابتة التوازن تتعلق ثابتة التوازن كا كتعلق غير درجة الحرارة، إذا كا تساوي التركيز ديال أسترو أو بليس جديدة على التركيز على سي بريم ناقص أسترو أو بليس بريم. ندير جزء الطرفين جزء الوسطين نسوي أسترو أو بليس أو كاري تساوي كا عامل سي بريم و أسترو أو بليس. إذا ديرها بريم جديدة يعني
تولي ك صفرين ناقص ك أسطروة أو بليس كريم إكيليبر. دونك نديو هادشي الطرف الآخر تولي أسطروة أو بليس بريم أو كاري زائد ك تركيز أسطروة أو بليس إكيليبر بريم موان ك سي بريم بازار دكو. دونك نديرو دلتا لأن عندنا مجهول أسطروة أو بليس. دونك عندنا هاد كا هي كا او كاري ناقص ربعة ياك سي هي كا ناقص كا سي بريم لان هي كا او كاري زائد ربعة كا سي بريم. دونك غناخدو اسطر او بليس بريم الاولى هي الحل الاول ديال المعادلة هي ناقص كا زائد جذر كا كاري زائد ربعة كا سي بريم على جوج صح. الحل الثاني غيكون هو أسطر و أو بليس جوج هي بريم ناقص كا زائد ناقص جذر كا كاري زائد ربعة كا سي بريم على جوج. هاد الحل سالب أما التركيز غيكون سالب. إذا لبي أش بريم هي ناقص لوغ ديال جذر كا كاري زائد ربعة كا سي بريم ناقص كا على جوج صح. السؤال اللي من وراه ستة حسبتو كيما عرفنا قبيله تو بريم هي عشرة ناقص بي اش بريم على سي بريم. دونك نعاود ما تأثير التخفيف. التخفيف أن التخفيف يؤثر على نسبة التقدم كلما كان التركيز البدئي صغيرا